على اخر الزمن دلوقتي ما عدناش عارفين نشرب ميه نظيفه. الميه دلوقتي اتلوثت وعاد في تسمم، وحالات التسمم في المستشفيات بقت ناليه المستشفيات دلوقتي من الميه. لا عدنا عارفين نطبخ ولا عدنا عارفين نشرب ولا عدنا عارفين نعمل اي حاجه من الميه دلوقتي. عدنا بنشتري الميه، جاز الميه ب 3 جنيه بنشتريها ب 5 جنيه دلوقتي. وين الميه شارين عشان نطبخ وعشان نشرب اهي؟ نعمل ايه فين المسؤولين؟ فين المسؤولين عن الدوله؟ فين الميه اللي السمامه دي ما حدش سائل ليه؟ فين الرئيس اللي بيقول لك للشعب مش لاقي من يحنوا عليه؟ هو اللي بيحنوا علينا دلوقتي؟ يجي يشوف حالنا ويشوف ظروفنا ويشوف الناس اللي مش لاقيه تشتري رغيف العيش، بقى دلوقتي بتشتري ميه معدنيه دلوقتي. نعمل ايه احنا دلوقتي؟ فين المسؤولين دلوقتي من اللي بيحصل دوت؟ الميه اللي اتفسفتت من الفسفات المركب اللي غرقت بتاعت القوات المسلحه اللي غرقت في النيل في جنة، لوثت دلوقتي جميع المحافظات دلوقتي، في التل الكبير وفي هيهيا وفي ابو حماد وفي كل حته دلوقتي الميه بقت متلوثه، الناس ما عادش عارفه تشرب من الميه دلوقتي. ربنا يتولانا وربنا يرحمنا برحمته. المشكلات في مصر مش بعدت مقتصره بس على المرور وعلى الامن وعلى الاكل والاسعار. دي ميه، دي ميه من الحنفيه. عايز حد يفهمني الميه ديت طبيعيه ونظيفه ولا هي دي بتاعت الفشل الكلوي؟ مش هي دي ميه الفشل الكلوي؟ حد يفهمني. ادي ميه، دي ميه من الحنفيه، الميه اللي احنا بندفع فيها فلوس وكل يوم والتاني هاتوا فلوس علشان خاطر الميه. طب فين الميه نظيفه؟ عايزين نشرب كوبايه ميه نظيفه او يا ريت بس على قد الميه. كمان الاسعار والمواصلات والطرق كل دي مشاكل عايزين نحلها، لكن قولوا لي يا جماعه دي ميه، دي ميه انا مليها من الحنفيه دلوقتي. دي ميه الميه اللي السيسي بيقول لنا اشربوا ميه معدنيه من النيل، هو دي ميه النيل اللي راح بحها لاثيوبيا ما احناش عارفين نشرب كوبايه ميه نظيفه منها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا عندنا الميه في الشرقيه اتلوثت من الفوسفات اللي هو بتاع النيل دوت، ولا ما نعرفش منين بالظبط. عندنا حاله النهارده اول حاله ماتت في هيهيا او في الابراهيميه، وفي 1500 حاله تسمم ما نعرفش مصيرهم ايه بعد كده. انا عايز اعرف فين المسؤولين، فين الحكومه، فين السيسي اللي كان على طول عمال يقول مصر بكره تشوفوا مصر وبكره تسيبوا مصر وتطفشوا من مصر خالص. هو شكله عايز يطفش الناس ولا عاوز يسمم الناس ولا عايز يموت الناس؟ هو اللي ما ماتش بالرصاص هيموت بالميه المتسممه، واللي ما اتسجنش واعتقل ومات في المعتقل هيموت بالميه المتسممه. احنا عايزين نعرف هو عاوز يعمل ايه في البلد دي اكتر من كده؟ يعني عمال يقول لك عيد تحرير سينا وهجر اهل سينا وبهدل اهل. طبعا احنا عايزين نعرف هو بالظبط عاوز يعمل ايه في الشعب اكتر من كده. الناس اتسممت واتبهدلت والناس ماتت وفي حالات بتموت وحالات و1500 حاله تسمم ما احناش عارفين نعمل ايه. الرحمن الرحيم. بالنسبه لتلوث المياه تلك الحادثه الاخيره، انا بنتهز هذه الفرصه وبقول انها فرصه عظيمه جدا للمصريين، لان احنا تعودنا من سنوات طويله ان الانسان المصري ملوش اي ثمن، ولما بيتوفى في اي حادث سواء كان بسبب الحكومه او بسبب اي اهمال اخر بيبقى تعويض حوالي 3000 جنيه. اما الان فانا بطالب برفع قيمه التعويض، لان جسم الانسان المصري بعد كده هيخش فيه يورانيوم مشع. وطبعا احنا عارفين اليورانيوم من اغلى المواد الخام في الموجوده في العالم، فطبعا المياه بقت مشبعه باليورانيوم واليورانيوم ثمنه غالي، فبالتالي بيرفع من قيمه الانسان المصري. ويعني لازم نستغل الظروف ونستفاد من كل المشاكل اللي بتحصل. وطبعا انا الحمد لله عندي 5 جراكن ميه كنت ملوها قبلها باسبوع، وانا يعني سعيد جدا لان انا كنت عامل حسابي قبل كده، وانا بتمنى لكل المصريين الخير والصحه والعافيه وشكرا.